وصلنا الساعة 7 الصبح جاهزين نطلع كزدورة وهيك. أول خبطة إجت بعيدة عنا، تاني خبطة وإحنا عم نطلع من السوبر ماركت إجت عنا، واحد توفى وتاني تصوب وأنا تصوبت وبقية العالم ما بعرف عنه شيء. كنت حاسس بسخونة كتير بجسمي، إصابتي كانت كتير خطيرة. هون بطلت لقيت إنه حدا يرعاني، قلت الرعاية اللي أنا بدي إياها. اعتمدت إني أنزل لعند أمي على لبنان، بقيت سنتين بالصيف لحتى أطلع من البيت. في كتير شغلات اللي هي أنا بحس حالي إنه ما بقدر أعملها، لأنه ما بقدر بأي وقت إني أجهز حالي وأطلع من البيت لأنه في عوائق بطريقي. عائلتي مؤلفة من 10 أشخاص، 8 شباب وبنتين. عندي إخوة 2 انفقلوا بأول الحرب، كل واحد عايش بمنطقة. قبل أجلهم كنت عايش بسوريا لحالي مع أخي الكبير اللي بسميه أبي. أول ما أجيت أنا على لبنان بقيت سنتين من البيت بالصيف لحتى أطلع من البيت، بس بعد فترة إنه طلعتك إذا بضل بالبيت ما رح أقدر أحقق إشي من أهدافي اللي هي بدي أعزف، بدي أنا عندي حياة بدي أمارسها كمان. جاتني فرصة إني أسجل بالمعهد الرحمة اللي هو هون، ومن بعدها قلت لحالي بجرب. وأنا بصغير كنت أسمع الموسيقى الكمان مثل صديقتي العزيزة بتكون بتطلع لي كل شي داخليتي بكل بساطة وبكل رواء. لهيك هي آلة كتير حساسة وبدها اهتمامها. صرت اني كل ما اني احس حالي مال او شيء طلع هالكمان ودق اللي انا بعرفه عليها. هي كمان مثل الحلم كانت عندي، بس لغيت الحلم انه الحلم بس بالمنام نشوفه، فلهيك حطيت هدف قدامي وانا بدس على الهدف.